الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. كريم الحمامي وضعية كريتية، معناها كي تراته وشوف كيما فروع الديار العربي هنايا، معناها في حي كي ما تصلحش الدار العربي ما فيهاش حتى علم. توصلنا مع المسؤولين وعملنا تكية برشا تكيات، فهمتني؟ ولا حياة ما تولد. عشرين شكاية قدموا مطالب، برشا مطالب، جيوا عينوا لنا وبعد مشيوا. يعني مواطنة من الحي هذايا، فهمتني، نسكن لهنا، داري لهنا. الحيط هذايا كانت فيه ثلاثة مدريات طاحوا الكل، بقات هذيك تو هذيك مش تطيح، متهيئة للسقوط، فهمت ولا؟ ونجم ندخلك للدار تو هذيا محلولة وطل عليها، معناها السناء الحيط هذاك مش يهبط علينا. وعائلة قداش تخضر، قداش من عائلة فيها، وعملنا من عام 90 قداش من شكاية لحد رد علينا. راس بلدي يقول بيه طون جي نصلحوه، شو اسمه دار الاثار كيف كيف، احنا مش نموتوا فيها، الزنقه دي مش نموتوا فيها احنا كصغار وكبار. وين المسؤولين؟ ما فهمش مسؤولين، علاش مش مواطنين احنا؟ كل يوم نزرع حجر من تحت ورا، كل يوم يهبط في الحجر، فهمت ولا؟ تو صغير يسال يلعب غادي كين، راجل كبير متعدي مثلا دبا دبا، تو كبير مثلا يهرب، فهمت ولا؟ علاش؟ نحب نعرفوا علاش احنا معناها وزنقة هذيا معروفة بزنقة الزبيدي في وسط البلاد، مدينة العتيقة نورمالمون تتصلح قبل أي حي. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.